فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. مثلا خلاف التنوع ذكروا له قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظنه سيأتي، لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، لما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكانت اليهود قد خانت وانضمت إلى الأحزاب، ولما ذهب الأحزاب وانقمعوا بقي العدو الثاني وهم اليهود، فأمر الله نبيه ألا يضع أحد سلاحه بعد الكفار حتى إلا في بني قريظة حتى يغزو بني قريظة، فخرجوا بسلاحهم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فحانت صلاة العصر وهم في الطريق. فبعضهم قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة، وليس المراد أننا نؤخر صلاة العصر إلى أن نصل إلى بني قريظة، فصلى في الطريق. البعض الآخر أخذ بالعكس، قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نصلي إلا إذا وصلنا، فلم يصلوا في الطريق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الطائفتين، لأن كل منهما معه احتمال، والدليل يحتمل القولين.